السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، يتجدد اللقاء، يتجدد الأمل في غد أفضل. أكيد أنك قادر على التميز في الفلسفة، وأنت أيضا قادرة على التميز في الفلسفة. إذن كلنا قادرون على التميز، نحتاج فقط إلى بذل مجهود مضاعف لكي نحقق المبتغى، لكي لا تضيع 12 سنة من الجد والاجتهاد. 12 سنة من الجد والاجتهاد ستتوج بشهادة للذات أولاً وللغير ثانياً. إذن لقاء اليوم سيكون مخصصاً لمنهجية القولة المرفقة بسؤال من خلال نموذج لامتحان وطني الشعبة العلمية 2015. إذن سوف ننطلق في البداية مع الجانب النظري من خلال المنهجية، ثم في الشق الثاني سوف نخصصه للنموذج التطبيقي. إذن كما نعلم أن منهجية القولة مثل النص مثل السؤال تتحدد من خلال أربع مراحل أساسية. المرحلة الأولى هي مرحلة الفهم. مرحلة الفهم عندنا ثلاث خطوات أساسية. الخطوة الأولى هي السياق العام والخاص، وهنا نحن على موعد مع تحديد مجال القولة بمعنى المزوقة، ثم موضوعها من خلال المفهوم والقضية. نحن نعلم بأن عندنا أربع مزوقات هذا الموسم الدراسي بالنسبة للبكالوريا، وعندنا ثمانية مفاهيم بالنسبة للعلميين، و12 مفهوم بالنسبة للعلوم الإنسانية والآداب. الخطوة الثانية هي صياغة الإشكال، وسيتم ذلك من خلال الكشف عن المفارقة في قالب تساؤلي. الخطوة الثالثة ستكون طرح الأسئلة الأساسية التي ستوجه عملنا في التحليل والمناقشة، وهذه الأسئلة يجب أن تكون أسئلة بصدد المفهوم، أسئلة بصدد الفكرة أو الأفكار، ثم التشكيك في الأطروحة في أفق الانفتاح على مواقف فلسفية تناولت الموضوع من زاوية مغايرة. المرحلة الثانية هي مرحلة التحليل، عليها خمسة نقاط. في هذه المرحلة عندنا ثلاث خطوات أساسية. الخطوة الأولى هي تحديد أطروحة القولة وشرحها، وهنا المفروض صياغة الجواب الذي يقدمه الفيلسوف عن هذا الإشكال المطروح من خلال تفسير وتأويل أفكار صاحب القولة. النقطة الثانية، سنكون على موعد مع تحديد مفاهيم القولة وبيان العلاقات بينها. عندنا المفهوم الرئيسي ثم المفاهيم الوظيفية، ونتحدث عن العلاقة هنا، قد تكون علاقة تكامل، قد تكون علاقة تلازم، علاقة سببية، علاقة تضاد، إلى غير ذلك. هذا كله سنراه في النموذج التطبيقي. ثالثاً، الحجاج المفترض في الدفاع عن أطروحة القولة. الخطوة الثالثة، المرحلة الثالثة هي مرحلة المناقشة، عليها أيضاً خمسة نقاط. فيها خطوتين، الخطوة الأولى هي التساؤل حول أهمية الأطروحة بإبراز قيمتها وبيان حدودها، بمعنى الكشف عن الأهمية الفلسفية للأطروحة ثم مساءلة المنطلقات والنتائج. الخطوة الثانية، فتح إمكانات أخرى للتفكير في الموضوع أو في الإشكال الذي تثيره القولة، وهنا سنكون على موعد مع استحضار منهجيات فلسفية، مرجعيات فلسفية تحمل زوايا نظر مغايرة لأطروحة القولة. المرحلة الرابعة هي مرحلة التركيب، عليها ثلاثة ديال النقاط. في هذه المرحلة نحن أمام خطوتين، الخطوة الأولى هي استخلاص نتائج التحليل والمناقشة، والخطوة الثانية هي إمكان تقديم رأي شخصي مبني ومدعم من خلال تقديم استنتاج في شكل انفتاحات. أخيراً الجوانب الشكلية، عليها أيضاً ثلاثة نقاط، وهذه نتمنى ما تضيعوهاش، الله يرضى عليكم، في المتناول، ثلاثة نقاط في المتناول. الخطوة الأولى تماسك العرض، بمعنى أن يكون هناك انتقالات منطقية ومبررة بين الخطوات التحليل، المناقشة، ثم التركيب. ثانياً سلامة اللغة، سواء على مستوى التركيب أو على مستوى النحو والإملاء واستعمال المفاهيم إلى غيره. ثالثاً وأخيراً وضوح الخط وتنظيم الورقة. إذن ثلاث نقاط في المتناول. هنا شو كيبان؟ بأن تنقيط مادة الفلسفة بحاله بحال المواد الأخرين،
بمعنى بإمكان التلميذ أن يحصل على 20 على 20 في الفلسفة. إذا ما تدخلوش من هذه المادة وإذا اعتبروها أن هي المادة الصعيبة، المادة اللي ما كيجيبوش فيها التلاميذ النقاط، المادة اللي كنزل معدلها. بالنسبة لسلم التنقيط بإمكانك أن تحصل على 20 في الفلسفة، وكاين تلاميذ كثر حصلوا على معدلات متميزة في السنوات الماضية، كان 18 19 19.5 إلى غير ذلك. أنتم أيضا بإمكانكم التميز. لنواصل. إذا بعض الملاحظات من خلال التجربة الميدانية سوف ننبه لبعض المنزلقات التي يمكن أن يقع فيها التلميذ أثناء الكتابة الإنشائية. أولا، مرحلة الفهم نقوم بالقراءة الأولية للقولة، هنا تحديد الموضوع. المشكل الذي يحدث لأغلب التلاميذ والذي بالمناسبة أتمنى أن يتجنبوه، وهو أن يتجنبوا النماذج الجاهزة كوبي كولي. بمعنى كيجيب شي مقدمة وكيقول لك هذه المقدمة صالحة لكل زمان ومكان، هذه المقدمة صالحة لجميع المنهجيات، هذه المقدمة صالحة لجميع الدروس. وللأسف كتلقى شي منتشر بشكل كبير، وهذا سيؤثر على النقطة النهائية في مادة الفلسفة. ما ينبغي أن نقوم به بالنسبة لتحديد الموضوع هو أن نقوم بتحديد تعريفي بقضية القولة. لماذا؟ لأن هي قضية فلسفية، هنا يجب أن نستخدم العقل وليس الاستظهار، لأن الفلسفة هي تفكير يستدعي التساؤل، يستدعي التأمل، أي يستدعي إعمال العقل. ثانيا، على مستوى تحديد الإشكال المطروح المفروض أن نتجنب الصيغ العامة والفارغة من كل محتوى. يعني كتلقى على مستوى الإشكال كيجيب التلميذ إشكال ويوظفه في جميع المحاور، في جميع القضايا، في جميع المزوءات، في جميع المفاهيم. يقول لك غندير مقدمة واحدة وغندير إشكال واحد وغنخدم به هذا الشيء كامل، بهالطريقة راه غتخرج على راسك. المطلوب طبعا هو إدراك فلسفي لعمق المشكلة، وهذا ما سوف يتحدد من خلال الطريقة التي سوف تشتغل بها. أيضا الخطوة الثالثة فيما يتعلق بالقراءة الأولية، نحن على موعد مع إعادة صياغة الإشكال من خلال الأسئلة الأساسية. ما يجب الانتباه إليه والعمل على تجنبه أن نتجنب الأسئلة المصطنعة، الأسئلة المصطنعة أو الأسئلة المتضمنة للجواب، الأسئلة الجاهزة. راه كل موضوع، كل قضية عندها تساؤلات خاصة بها. إذن المطلوب هو مساءلة القولة موضوع الامتحان، وليس أن تأتي بأسئلة جاهزة وتوظفها في الاشتغال على قولة أخرى. هذا الأمر المقصود منه هو الغاية منه هو إنتاج تفكير تساؤلي، لأن الفلسفة على حد تعبير ألان جورامبيل هي تساؤل. المرحلة الثانية، مرحلة التحليل، نكون أمام القراءة التحليلية، وهنا يجب أن نتجنب على مستوى تحديد أطروحة القولة ولا فكرة القولة أن نتجنب إعادة القولة حرفيا. كاين اللي كيقول لك لا ديك القولة غنعاودها حرفيا وهي الأطروحة، لا. إذا ما هو المطلوب مني لكي تكون الأطروحة أطروحة تتماشى مع الروح الفلسفية؟ أنا في حاجة إلى إبراز القدرة على تلمس جواب الفيلسوف بأسلوبي الشخصي. إذا التلميذ هنا على موعد مع إبراز قدراته وإمكانياته التي اكتسبها طيلات 3 سنوات من التحصيل الدراسي في مادة الفلسفة. بالنسبة للشغل على المفاهيم هي الخطوة الثانية. طبعاً سواء المفاهيم الرئيسية والوظيفية التي تكون بارزة في النص في القولة، لكن في بعض المرات تكون المفاهيم غير واضحة في النص، تكون مفاهيم ضمنية، فأنا يجب أن أستخرج هذه المفاهيم وأقوم بشرحها. شرح القولة، نحتاج إلى شرح مضامين القولة، تقديم مبررات قول هذه القولة، لماذا قال ما قال، ثم ما الذي سيترتب عن قوله هذا. أخيراً الحجاج المفترض. الحجاج المفترض هنا عكس النص، في النص هناك حجاج معتمد، التلميذ كيخرج الحجاج من النص، بمعنى الحجاج موجود أمامه، لكن في القولة التلميذ هو الذي يقترح حجاجاً يدعم به فكرته التي يدافع عنها في هذه
القولة. وبالتالي فالحجاج عندنا ثلاث أنواع. النوع الأول قد يكون الحجاج الذي يستخدمه التلميذ هو حجاج استقرائي، وعندما أقول استقرائيا بمعنى من الفرد إلى الشمولي، مثلا حالة خاصة، يعطي مثال، وصف أمر معين، قد تكون هناك، قد يأتي بخصائص مثبتة في مجالات معين ويستشهد بها، قد يستشهد بالمماثلة إلى غير ذلك. النوع الثاني من الحجاج الذي يمكن أن يقترحه التلميذ هو الحجاج الاستنباطي، وهنا يجب أن يستعمل القياس، مثل أن ينطلق مثلا من قضايا أولية لكي يصل إلى نتائج معينة، أو قد يستعمل البرهان الشرطي، أي انطلاق من قضايا تتضمن النتيجة، أو البرهان الاستدراكي بمعنى قياس تكون فيه القضية الأولى شرطية، الانطلاق من إما وإما، إما هذه أو هذه، أو برهان بالإقصاء. وعندما نقول برهان بالإقصاء بمعنى طرح جميع الإمكانات والاحتفاظ فقط بنتيجة واحدة. قد يكون أيضا الحجاج التي يقترح التلميذ حجاجا ديالكتيكيا، من المشخص إلى المجرد، أو ديالكتيكيا بالمعنى الهيجيلي للكلمة. المرحلة الثالثة هي مرحلة المناقشة، وفي مرحلة المناقشة نحن أمام خطوتين أيضا كما قلنا، كاين قيمة الأطروحة وكاين حدود الأطروحة. هنا في قيمة الأطروحة على التلميذ أثناء الكتابة الفلسفية أن يصدر حكم قيمة وعدم الاكتفاء بالوصف، بمعنى هنا يمكن أن يبرز التلميذ القيمة الفلسفية لهذه القولة، سواء على المستوى الفلسفي، على المستوى الواقعي، أو على المستوى المنطقي، على المستوى التاريخي إلى غير ذلك. بالنسبة للحدود، التلميذ في هذه الحالة يجب أن يدرك عتبات ومفارقات وتناقضات الخطاب، يجب أن يدرك عتبات وتناقضات الخطاب. يتعلق الأمر هنا بإبداء موقف، بمعنى يجب أن يصدر التلميذ حكما نقديا. علاش هذا الحكم النقدي؟ بمعنى لكي ينتقل إلى موقف تناول الموضوع في شقه الغائب عن تصور صاحب القولة. بالنسبة للخطوة الثانية والأخيرة في مرحلة المناقشة هي طرح إمكانات أخرى للتفكير في الموضوع، طرح إمكانات أخرى للتفكير في الموضوع. هنا يجب أن نتجنب أولاً استعراض المفاهيم، هنا يجب أن نتجنب الاستظهار، يعني كيجي التلميذ كيشوف مثلاً القولة تقول مثلاً وجود الغير ضروري مثلاً، إذن في المناقشة وجود الغير غير ضروري، يقول فلان ويقول ويستظهر. المطلوب هنا ليس الاستظهار، ليس الاستظهار، ليس استعراض المواقف. وبالتالي شحال من تلميذ كتلقاه كيتشكى بعد التصحيح، بعد شي امتحان كيقول لك انا كتبت الفيلسوف الفلاني والفيلسوف الفلاني، وكتبت ديكارت، وكتبت افلاطون، وكتبت ارسطو، وكتبت لا، وفي نهايه المطاف ما جيبش المعدل. علاش ما جيبش المعدل؟ فين كاين المشكل؟ ربما جزء من المشكله هو انك قمت فقط باستعراض معرفي، بمعنى انك استعرضت المواقف الفلسفيه دون ان تقوم باللازم، بالمطلوب. المطلوب فيما يتعلق بطرح امكانات اخرى، وهو عقد مقارنة بين الأطروحة التي تتبناها القولة وبين الأطروحات التي تستضيفها أنت، وطبعاً بيان العلاقات القائمة والممكنة بين هذه الأطروحات، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى فتح أفق التفكير في الإشكال الذي تثيره القولة، أي مناقشة القولة من مناقشة الإشكال من زوايا أخرى، ليس بالضرورة ما قاله صاحب القولة، بل سوف تنفتح على امتدادات أخرى للموضوع، سواء من حقول فلسفية أو حقول أدبية أو علمية أو ما شابه ذلك. الخاتمة طبعاً فيها خطوتين، كاين الخطوة الأولى استخلاص نتائج التحليل والمناقشة، أي القيام بتركيب عام للموضوع، ثم إبداء الرأي الشخصي المبني للتلميذ. الرأي الشخصي تجنبوا، الله يرضى عليكم، تجنبوا هذه القضية، أنا أضم صوتي إلى كذا، ولا إحنا لسنا في انتخابات ولا ما نعرف شنو،
ليس أضم صوتي، شنو الرأي ديالك أنت؟ الفيلسوف فلان الفلاني يقول كذا، والآخر يقول كذا، وأنت هنا كتبان القيمة الفلسفية، هنا كيبان إبداع التلميذ، هنا كيبان تميز التلميذ، ما هي الإضافة التي يمكن أن تضيفها أنت؟ لذلك المقصود هنا تتويج المجهود الشخصي بالاستنتاج وإبراز أفق تفكيرنا في الموضوع. أخيراً الجوانب الشكلية، عندنا ثلاث خطوات كما رأينا سابقاً: تماسك العرض وسلامة اللغة ووضوح الخط. إذن هذه فقط بعض الملاحظات المنهجية لكي نتمكن بشكل على الأقل مقبول من المنهجية، وألا نستمع لكثرة ما يقال. ركينا منهجية واحدة الشباب، الله يرضى عليكم، ركينا منهجية واحدة، ما تسمعش راه فلان انترنت وفلان قال لي وفلانة وسمعت الأستاذ، ركينا منهجية واحدة وفق الإطار المرجعي، هي هذه اللي تكلمتكم عليها، ويمكن أن تعودوا إلى الإطار المرجعي لكي تتأكدوا من هذا الكلام. الآن سوف ننتقل إلى تطبيق عملي لكي لا نتكلم على المستوى النظري فقط. قمنا في البداية بتقديم المنهجية النظرية، لكن المنهجية النظرية لا تكتمل، لا قيمة لها في غياب تطبيق عملي، لأن التلميذ في نهاية المطاف كيقول لك أنا بغيت نكتب، أعطيني الطريقة، علمني كيفاش نكتب. إذن هذا الموضوع هو الذي سوف يكون إنجاز جماعي، راه غتعاونوا معايا نتوما، راه ما غنخدمش بوحدي، راه غنكونوا مجموعين إن شاء الله، نتوما كتخدموا لوحدكم وأنا غنخدم إلى غير ذلك، لكي ننتج في نهاية المطاف موضوعا متكاملا سيكون عبارة عن نموذج يمكن أن تشتغلوا على مواضع أخرى وتستحضروا هذا النموذج كمقترح. إذن القولة التي سوف نشتغل عليها هي: لا يوجد شخص حر ولا يمكن أن يوجد أبدا، لا يوجد شخص حر ولا يمكن أن يوجد أبدا. دائما القولة تكون مرفقة بسؤال، ما تقروش غير القولة وانتي تجاوبوا الله يرضى عليكم، سمعوا القولة وشوفوا السؤال المرفق بها، لأن السؤال هو اللي كيحدد لي المطلب، ما المطلوب مني أنا. فهذه القولة انطلاقا من اشتغالك على القولة أو اشتغالك على القولة، بين أو بيني ما إذا كانت حرية شخص مستحيلة. السؤال كيقول لك، أو دي انطلاقا من هذه القولة اللي عندك الآن، لا يوجد شخص حر ولا يمكن أن يوجد أبدا. الإشارة هذه القولة سوف تجدونها في الامتحان الوطني 2015 جميع الشعب العلمية والتقنية والتعليم الأصيل. إذن لا يوجد شخص حر ولا يمكن أن يوجد أبدا، انطلاقا من اشتغالك على القولة، بين ما إذا كانت حرية شخص مستحيلة، بين ما إذا كانت حرية شخص مستحيلة. إذن لنتأمل القول جيدا ثم ننطلق في عملية الإنجاز. إذن خذوا معي الله يرضى عليكم، خذوا معي دفتر أو ورقة أو قلم طبعا، خذوا القولة عندكم اكتبوها باش نشتغلوا جماعة. يلا نهيتم، لننتقل. الخطوة الأولى هي مرحلة الفهم، الخطوة الأولى هي مرحلة الفهم، هي اللي كتسميوها أنتم المقدمة، مرحلة الفهم. مرحلة الفهم عندنا ثلاثة ديال الخطوات كما رأينا في الإطار النظري السابق، عندنا ثلاثة ديال الخطوات: سياق العمل الخاص، صياغة الإشكال، ثم طرح الأسئلة التي سوف نشتغل عليها في التحليل والمناقشة. نبدأ. إذن نعيد قراءة القولة: لا يوجد شخص حر ولا يمكن أن يوجد أبداً. إذن ما هو مجال القولة؟ قلنا مجال القولة هو المزوءة. إذن هذه القولة واش مزوءة كاينة؟ احنا عندنا أربعة ديال المزوءات، عندنا الوضع البشري، وعندنا المعرفة، وعندنا السياسة، وعندنا الأخلاق. إذن أين يمكن أن نؤطر هذه القولة؟ واش المزوءة الأولى الوضع البشري؟ واش المعرفة؟ واش السياسة؟ واش الأخلاق؟ بمعنى ما غتخرجش عن هذا الرباعي هذا. نتأملوا مزيان. لا يوجد شخص حر ولا يمكن أن يوجد أبدا. ما دام عندي الشخص، ما دام الشخص، إذا ضمنيا ستكون ضمن الوضع البشري. أنا عارف بأن الوضع البشري هو وضع يتكون من بعدين أساسيين بالنسبة للعلميين وثلاث أبعاد بالنسبة للآداب والعلوم الإنسانية. بالنسبة للعلميين هناك البعد الذاتي اللي هو الشخص، والبعد التفاعلي اللي هو الغير. بالنسبة للعلوم الإنسانية والآداب نضيف
نضيف بعدا آخر وهو البعد التاريخي. إذا بالنسبة لمجال هذه القولة، الوضع البشري، بماذا يتميز الوضع البشري؟ إذا في المقدمة خصني نتكلم شوية على الوضع البشري. باش كيتميز الوضع البشري؟ الوضع البشري يتكون من ثنائية تفاعلية. شيء ثنائي التفاعل؟ هي الشخص والغير. ايضا الوضع البشري هو وضع مركب ووضع معقد، لان وضعي البشري انا مش هو وضعك البشري انت، ووضعي البشري انا سابقا ليس هو وضعي البشري حاليا. واش الوضع البشري ديال اسره في الستينات هو الوضع البشري ديال اسره في 2020؟ واش الوضع البشري في الحجر الصحي اللي كنعيشوه الان هو الوضع البشري قبل الحجر الصحي؟ اذا الوضع البشري يختلف من باختلاف المكان وباختلاف الزمان، بل نفس الوضع البشري لشخص معين يتغير بتغير الزمان والمكان. بالنسبة لموضوع القولة، طبعا الأمر يبدو واضحا عندنا. الشخص وأفق التميز، ما معنى أن أكون شخصا؟ ما معنى أن أكون شخصا؟ هذا هو السؤال اللي خصنا نطرحه. ما معنى أن أكون شخص؟ أن أكون متميز. بماذا سأكون متميزا؟ أتميز بهوية، الهوية، سواء الهوية المتفردة أو الهوية المشتركة. أتميز بقيمة، سواء قيمة داخلية أو قيمة خارجية. أيضا أتميز بحرية. إذا موضوع هذه القولة هو الشخص وأفق التميز، وبشكل خاص يعالج قضية الحرية، حرية الشخص بين الإمكان والاستحالة. واش الحرية ممكنة أو أنها مجرد وهم ومجرد سراب ولا وجود أصلا للحرية؟ طبعا الإشكال الأساسي الذي سوف نجيب عنه في هذه القولة سيكون في قالب تساؤلي، هو هل الشخص حر في بناء ذاته؟ واش أنا حر في بناء ذاتي؟ أو أنني أنا مجرد نتيجة لعوامل سابقة؟ هناك مجموعة من الضرورات هي اللي كتتحكم فيها. واش أنا اللي كنبني راسي براسي؟ واش أنا اللي كنبني مستقبلي؟ أو أنا لا حول لي ولا قوة، مجرد ضحية لعوامل خارجية؟ الخطوة الثالثة والأخيرة هي طرح الأسئلة التي ستوجهنا أثناء التحليل والمناقشة. وفي الأسئلة عندنا سؤال بنية المفاهيمية، عقل عليهم زيان. سؤال بنية المفاهيمية هنا طبعا عندي الشخص وعندي الحرية وعندي الضرورة. إذا شنو غنقول؟ ما الشخص، ما الحرية، ما الضرورة. سؤال التحليل، طبعا أطروحة القولة كتأكد أن الشخص غير حر. إذا هنا سأطرح سؤال، هل الضرورات تحد أم تلغي الحرية؟ واش الضرورات تحد أم تلغي الحرية؟ سؤال الأهمية والحدود، لكن إذا كان الشخص غير حر، إذا كنا الشخص غير حر، ألا يفقد هذا معنى المسؤولية؟ إذا أي واحد سوف يقول أنا غير حر. المجرم سيقول لك اسمح لي أنا غير حر، الظروف هي اللي دفعتني. المدمن سيقول لك أنا غير حر، الظروف هي اللي دفعتني. إذا قلنا بأن الشخص غير حر، افترضنا أن الشخص غير حر، ألا يفقد هذا معنى المسؤولية، معنى الاختيار، معنى الإرادة؟ هل يبقى الإنسان إنسانا في غياب الحرية؟ سؤال مناقشة. إذا افترضنا أن الشخص حر، نمشيو للشق الثاني الآن في المفارقة، نمشيو للشق الثاني. إذا افترضنا أن الشخص غير حر، واش هذه الحرية حرية مطلقة أم أنها حرية نسبية ومحدودة؟ وأخيرا سؤال الانفتاح، سؤال الرأي الشخصي، سؤال يخصني أنا نجاوب عليه. هل الشخص محكوم بوضع قسري أم أنه قادر بإرادته على تجاوز وضعه؟ واحد القرار سوف على وضعية معينة، واش صافي الشيء اللي عطى الله وتسليم وشي اللي كتب علينا وما عرف شنو، أو أنني عندي إرادة نقدر نتجاوز هذه الوضعية هذه؟ إذا يمكن، هذه محاولة خاصة، يمكن طبعا هذه ليست نهائية ولا نموذجية، فقط مقترح. داكشي اللي قلنا قبيلة كامل ممكن الآن أعيد صياغته بهالطريقة هذه لكي تجدون إنجازا عمليا. يمكن أن أقول في المقدمة، لقد ظل سؤال الإنسان سؤالا مستفزا للفكر الفلسفي، فهو بتعبير غرامشي السؤال الأول والأساسي في الفلسفة. إذن أول سؤال في الفلسفة سؤال الإنسان، عبارة سقراط الشهيرة أيها الإنسان اعرف نفسك بنفسك، سؤال وتساؤل ديكارت الشهير من أنا. إذن أهم موضوع في الفلسفة هو موضوع الإنسان. إذن هذا الموضوع متعلق بوضع بشري. من مواصفات ومميزات هذا الوضع البشري أنه وضع يتميز بالتركيب، يتميز بالتعقيد.
علاش؟ لأن الإنسان إذ يوجد في هذا العالم يعيش مع الآخرين، أنا لست في جزيرة لوحدي، أنا أعيش معكم، أنتم أعيش مع الآخرين، وبالتالي إذا كنت أعيش معكم فأنا أدخل معكم في علاقة عمل، علاقة انتماء، وفي نفس الوقت أنا أخضع لقيود يضعها المجتمع لمؤسساته المختلفة، مؤسسات الأسرة، مؤسسات المدرسة، مؤسسات الدولة المختلفة إلى غير ذلك. وفوق ذلك أنا عندي حياة خاصة، عندي خصوصية تميزني عنك، عندي هوية متفردة تميزني عن غيري. هذا ما يسلط عليه أو ما تسلط الضوء عليه القولة الماثلة أمامنا، والتي تعالج أحد تجليات الوضع البشري مجسدة في الشخص، على اعتبار أنه كائن يتميز بحرية تتأرجح بين الإمكان والاستحالة. بمعنى نتحدث هنا عن الحرية بين النسبية والمطلقة، حرية نسبية ولا حرية مطلقة، بين الحتمية والإرادة، بين الواقع والممكن، بين الوعي واللاوعي. إذن هذه فقط مجرد مقترح لتقديم لهذا الموضوع الذي نشتغل عليه في الحصة المقبلة. ستكونون على موعد مع باقي الخطوات، وهي خطوة التحليل والمناقشة ثم التركيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.